خلينا نتفق في البدايه انه مفيش لاعب في العالم كله، مفيش لاعب كوره بيلعب في اي حته في الدنيا ما عندوش فكره الحلم او الطموح انه يلعب في يوم من الايام لنادي كبير، وخصوصا لو النادي ده كان بحجم نادي زي ريال مدريد او برشلونه الاسباني. وانك انت تلعب لاثنين من اكبر الانديه في العالم، الريال وبرشلونه، ده اعتقد شرف كبير جدا حقيقه. يمكن اسطوره نمره 7 على وجه التحديد في البارسا شالها اسماء او شالتها اسماء نجوم كبيره جدا، يعني طبعا كلنا نفتكر، يمكن الجيل ده يفتكر راؤول جونزاليز، مؤخرا طبعا كريستيانو رونالدو، لكن من قبلهم طبعا كان في لويس ميلا، واحد من اهم نجوم ريال مدريد وبرشلونه، وواحد من الحقيقه الاسماء اللي قدمت للكره الاسبانيه عدد كبير جدا من النجوم اللي ما زالوا النهارده متالقين وبيلعبوا في الملاعب، منهم على سبيل المثال تياجو الكانتارا نجم ليفربول، سيرجي بيسكيتس نجم البارسا، جيرارد بيكي نجم برشلونه ايضا، اسكو نجم الريال، وغيرهم وغيرهم، اسماء كثيره جدا الحقيقه من النجوم كان صاحب فضل كبير جدا في تقديمهم. اسمحوا لنا نرحب بواحد من نجوم الكره الاسبانيه ونجم طبعا كبير جدا في ريال والبارسا، لويس ميلا، ضفنا في السادسه. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك على وجودك معنا ومشاركتك في السادسه. مساء الخير على الجميع. مساء الخير لك وشكرا على التقديم الرائعة. شرف لي الزور على قناة الأهلي، وأنا سعيد لتواجدي معكم لأن أعلم أن الأهلي فريق عظيم مثل الريال في أسبانيا، ومستعد لأي سؤال. يمكن هبتدي الحقيقة مع انتمائك، يعني العالم كله منقسم، إما مشجع للبارسا أو مشجع للريال، انت لعبت للاثنين، لكن ميولك اكتر او يعني انتمائك اكتر بيكون لمين فيهم؟ يجب ان نعلم ان هناك العديد من الاختلافات والاشياء المختلفه بين ريال مدريد وبرشلونه، واشياء مهمه جدا انا سعيد للتحدث عنها باعتبار اسباني ومدريد، لكن انا مدريديستا، اعشق مدريد، بالرغم ان لعبت لفالنسيا ولعبت لبرشلونه، لكن في مدريد الامور في البيت الملكي مختلفه، والعقليه الاسبانيه ريال مدريد يطبقها اكثر من برشلونه. ريال مدريد هو الحقيقه الاعظم في اسبانيا، يصنع العجب ويصنع الاشياء العظيمه في اسبانيا ومدريد، وهو اهم نادي في اسبانيا مع كل الاحترام للبارسا، لكن من ارتدى تيشيرت مدريد اعتاد ان يقول هذا الكلام. ابدا معاك بقى بالمناسبه دي بالكلام على الكلاسيكو دو لوس كلاسيكوس، المواجهه الاخيره اللي جمعت بين برشلونه وبين ريال مدريد. الكثير توقعوا خصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه ريال في مسابقه الشامبيونز ليج وقدرته على انه يخرج واحد من اقوى الفرق المرشحه للقب البي اس جي، انه هيفترس برشلونه، وخصوصا انه اللقاء كان في ملعبه في سانتياغو برنابيو، ورغم كده خرجت المباراه بسكور تقيل جدا 4-0 لصالح البارسا. ازاي شفت المباراه دي، وايه هي من وجهه نظرك اهم اسباب خساره الريال؟ مشاهده الفريقين يلعبون من بعض هي متعة، يجب أن أقول هذا الحقيقة. ريال مدريد مر بأوقات صعيبة هذه المباراة، ولم يكن مباراة مدريد ولم يكن في يومه، لكن يجب أن أكون صريح، أن فريق برشلونة استحق الفوز واستحق الفوز العريض، ومن حسن حظ ريال مدريد أنه خسر فقط بالأربعة، لأن لاعبي برشلونة كانوا في يومهم وكانوا متألقون، وريال مدريد لم يحضر جيدا للمباراة، ولدي شعور أن برشلونة، بغض النظر أن مدريديستا وأعشق ريال مدريد أكثر من برشلونة، وأعتقد أن ريال مدريد كان أكثر تعبا وأكثر إرهاقا من برشلونة بعد خروج من مباراة الأبطال، وبرشلونة جاء إلى ملعب كبير لعب فيها العظيم من اللاعبون ودرب فيها العظماء من مدرب العالم تشافي، كان يعلم جيدا قيمة المباراة، لكن تشافي عرف كيف يفوز أمام أنشيلوتي وفي عقر دار سانتياغو برنابيو، وقال رسالة كبيرة لكل العالم أني أعمل عمل جيد بنفس اللاعبون الذين كانوا مع مدرب آخر،
واعتقد ان برشلونه سيعبر هذا المستوى وسيعود البارسا كما امتع الجميع. لكن بالنسبه لريال مدريد خسر خساره اريد ان اكون مذلة، لان 4-0 في سانتياغو كانت للاسف اسوء مباراه لمدريد هذا العام. طيب خليني اكلمك عموما عن الليجا الاسبانيه، ويمكن العملاقين طبعا الريال والبرشلونه هم اللي بيدوا الثقل الاكبر لمسابقه الليجا في اسبانيا. الكلام الحقيقه عن وخصوصا بعد مرحله طبعا رحيل كريستيانو رونالدو وليو ميسي عن الفرقتين، الكلام الحقيقه بقى له فتره طويله جدا عن رغبه الفرقتين في استخدام اسماء كبيره جدا، كلام على ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن، عن كيليان امبابي مهاجم بي اس جي، عن محمد صلاح جناح ليفربول. من وجهه نظرك ايه الصفقات اللي بيحتاجها الريال والبارسا في الوقت اللي جاي، ومين الاسماء القريبه جدا للانضمام للريال او للبارسا في الموسم القادم؟ انت على حق، هذا واضح للجميع بالنسبه لمدريد. دعنا نتحدث عن تجربه قد تكون شبيهه بتجربه ريال مدريد، تجربه الاهلي. الاهلي عندما عانى في بعض الاعوام، لاني اعلم الاهلي جيدا، قام بتدعيم الصفوف، وتدعيم الصفوف هو شيء اهم يجب ان يقوم به بيريز رئيس نادي ريال مدريد وبرشلونه ايضا. بالنسبة لي هناك العديد من اللاعبين، أعتقد من الأهم ريال مدريد أن يقوم بعمل تعاقدات وأن يقوم بالاستغناء عن بعض اللاعبين، لأن بعض اللاعبين ريال مدريد يمكن أن يستثمر فيهم أكثر من جلوسهم على دكة الاحتياطي. الليغا تبقى الليغا، لديها العشاق ولديها الجماهير. أعتقد أن محمد صلاح قد يأتي إلى البارسا، لأن محمد صلاح مهاجم عظيم، هالاند أيضا. المشكلة دي برشلونة مشكلة اقتصادية. أنت تتحدث عن اثنين من أعظم اللاعبين العالم يحتاجون العديد من الأموال، إذا هالاند أو ليفاندوسكي. ونادي برشلونة يعاني من مشكلة اقتصادية ويعمل عمل كبير من أجل التوقيع مع عمل لاعب، عمل كبير من أجل التعاقد مع لاعب كبير. لكن مع تشافي الفريق ينمو ويقدم أداء رائع، وبرشلونة في أكاديمية لاماسيا لديهم العديد من اللاعبين الرائعون. برشلونة ريال مدريد سيقومون بعمل ميركاتو في الصيف قوي من أجل المنافسة على البطولات. لكن أعتقد أن مبابي قريب من ريال مدريد. قبل ما أقفل معاك ملف الليجا، يهمني أسأل نجم كبير بحجم لويس ميلا، وخصوصا أنه الليجا نفسها بعيدا عن الانديه والانتماءات، الليجا بقى ليها جمهورها، اتعودنا مش بس بسبب اسماء النجوم لكن بسبب الكره اللي بيقدمها الريال او الكره اللي بتقدمها بارسا او حتى الكره اللي بتقدمها فريق زي فريق اتلتيكو مدريد، انه المسابقه نفسها بقى ليها جمهور. كتير من الناس حست انه بعد رحيل ميسي ورونالدو انه البطوله فقدت جزء من بريقها من 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 قوتها. هل انت مع القواعد المنظمه للبطوله الليجا اللي حرمت نادي زي بارسا مثلا من قدرته على التعاقد او من تجديد التعاقد مع ميسي، في نفس الوقت اللي بنشوف انديه بقت ظهرت على بقوه على مستوى القاره الاوروبيه زي بي اس جي، تمويل غير طبيعي، تعاقدات بالمليارات، قدرت تحط نادي زي بي اس جي دايما في خانات الترشيح للبطولات الكبرى، هل انت شايف انه الليجا محتاجه لتغيير في قواعدها او في اصول التعاقد، قواعد التعاقد مع لاعبين جدد؟ سؤال جاي. بعد كريستيانو رونالدو وميسي، اثنين من افضل لاعبي العالم على مر التاريخ، وانا اشعر بالاسف لذهاب كريستيانو وميسي خارج الليجا. لكن في النهاية هناك العديد من الأساطير الذين مروا على الليغا ورحلوا، ولكن كريستيانو رونالدو وميسي
ميسي قعد كتير في برشلونة وكريستيانو رونالدو قعد كتير في ريال مدريد، لكن الليغا تبقى لليغا. أنت تتابع الدوري الإسباني وتعلم مدى كمية الأساطير التي مرت على البطولة. الليغا لن تتأثر برحيل أي شخص، من الممكن أن تتأثر الآن، لكن في النهاية نحن نعمل من أجل منتخب أسبانيا، هو الشيء الأهم من أجل أن نعمل من ده. لا يجب أن نفكر في الليغا من أجل بعض الفرق. لدينا أشياء في الماركتينج ومشاكل اقتصادية، ولكن دعنا نتقدم ودعنا نفكر في المستقبل. سنصنع كريستيانو آخر وسنصنع ميسي آخر، وأعتقد أنه من الأهم أن نتحدث عن برشلونة وما يفعله تشافي معه هذه الأيام، ويجب أن نتحدث عن فياريال، نتحدث عن أتلتيكو مدريد. لا يجب أن تتحدثون فقط عن برشلونة وريال مدريد. أعتقد أن الليغا ستبقى الأعظم في مر التاريخ، لأن الكرة الأسبانية والليغا الأسبانية هي من تمتعك وتمتع المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن. يذهب من يذهب، لكن لدينا مشاكل في الماركتينج سوف نتغلب عليها، لكن أقول للجماهير هذا هو هدف الليغا. نعمل من أجل أسبانيا، من أجل منتخب أسباني يفوز بالبطولات العالمية. هذا هو هدف الليغا، ليس تلميع النجوم. نعم أن تلميع النجوم شيء هام في أي بطولة، لكن الليغا لديها شيء هام وهو المنتخب الأسباني بالنسبة للفرق وبالنسبة للبطولات الدولية. قبل باجي للبطولات الدولية خليني أسألك سؤال أخير، ورغم أنه نسبة الاحتمالات قد تكون ضعيفة جدا، لكن في كلام كتير وخصوصا بعد عدم نجاح ليو ميسي في الموسم الاول مع بي اس جي عن عودته مره ثانيه للبارسا، وفي كلام بعد برضو يعني مرحله هقول هسميها تخبط نوعا ما لكريستيانو رونالدو في اليوفي وايضا مع مانشستر يونايتد. هل بترى انه احتماليه عودتهم مره ثانيه للبارسا والريال ما زالت قائمه، ولا هي مرحله وانتهت خلاص من وجهه نظرك؟ مشاهدة ميسي، أنا أعتقد أن ميسي هو لاعب لبرشلونة. لعبت معه ليس كلاعب، لكن دربته وشاهدته، شاهدت كل ما فعله مع البارسا، ساعد الفريق والفريق ساعده، واختار التغيير. هناك أشياء كثيرة مختلفة مع ميسي في بي سي جي وميسي في البلوغرانا، لكن أعتقد أن ميسي في البارسا. كريستيانو رونالدو أيضا لاعب كبير، صنع العديد مع ريال مدريد، والآن ما زال لاعب كبير يصنع العجب مع مانشستر يونايتد. أعتقد أن من الأهم لكريستيانو رونالدو أن يستمر في الملعب أكثر من عام، لأن كريستيانو رونالدو ما زال لديه الكثير ليقدمه لأي فريق يلعب به. لكن بالنسبة لميسي قد يعود للبارسا، لكن لا أعلم ذلك، ليست لدي أي فكرة عن ذلك. من أهم شيء بالنسبة لميسي أن يفكر فيه الآن كيف يختم حياته، لأن ميسي على حافة الخطر. مهما فعل ميسي، لكن الختام شيء هام بالنسبة لأسطورة عظيمة كميسي وكل ما صنعه مع برشلونة. لا أريد مشاهدة ختام حياته بهذا الشكل. يهمني أسألك كمان عن بطولة الشامبيونز ليج السنة دي وحظوظ الفرق الأسبانية، مواجهة أو كلاش إنجليزي إسباني في دور الثمانية. تشيلسي حامل اللقب في مواجهة ريال مدريد، المان سيتي واحد من أقوى فرق أوروبا مش بس إنجلترا في مواجهة أتلتيكو مدريد. إزاي بتشوف فرص الأندية الإسبانية في تجاوز المرحلة دي، وإيه رأيك أو يعني وجهة نظرك في قدرة أي من الفرقتين على الوصول للمرحلة الأخيرة وتحقيق اللقب؟ أعتقد أن ريال مدريد لديه فرصة عظيمة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا. يجب أن يعبر تشيلسي، لأن لعبوا كثير أمام بعضهم البعض تشيلسي وريال مدريد، وأعتقد أن تكتيك ريال مدريد وفنيات لاعبي مدريد قد تتفوق على تشيلسي. ريال مدريد لدي لاعبون عظماء، وتشيلسي لدي لاعبين عظماء يلعبون في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا.
الفوتبول الانجليزي لوس انجليزيز سون بارامي فافوريتو. ويجب ان اتحدث عن الكره الانجليزيه، كره عظيمه، كره سريعه، اسرع من الليغا اسبانيولا. لكن ريال مدريد قد يتفوق على تشيلسي في بعض الفنيات والخبره، لان ريال مدريد يعلم كيف يلعب مباريات دوري ابطال اوروبا. واعتقد ان ريال مدريد قد يعبر في هذه المباراه كما تحدثت عن اسبانيا كيف يفوز. تشيلسي ايضا يعلم كيف يفوز. كانت مباراه بالنسبه لي الكرة الإنجليزية مفضلة كان يفوز فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا، لأن الليغا تعاني هذه الأيام. قد يعبر مدريد مباراة تشيلسي، لكن بطولة دوري أبطال أوروبا قد تذهب إلى فريق إنجليزي، لأن الإنجليز في هذا العام أقوى وفرق إنجلترا أقوى من الفرق الليغا، لأن كل عام الكرة الإنجليزية تتطور أكثر من الآخر. على سبيل المثال، مش على سبيل الحصر، قدمت أسماء يعني كتير ونجوم كبار جدا للكرة الأسبانية، زي كنت بقول أو بكلم سيرجي بوسكيتس، جيرار بيكي، سيزار أسبليكويتا، تياجو ألكانتارا، إيسكو، وغيرهم وغيرهم من النجوم. من وجهة نظرك، أهم نقطة في اكتشاف الموهبة ورعايتها وتقديمها عشان تكون إضافة كبيرة لنادي أو لمنتخب، إيه هي؟ في اسبانيا لدينا منجم مواهب، تستطيع ان تسمي هذا المسمى منجم مواهب من اللاعبين الكبار. كل ما عليك فقط ان تعمل كثيرا وتعمل على اكتشاف هؤلاء النجوم. الامكانيات لدينا امكانيات عظيمه، الجميع يساعدنا من اجل اسبانيا كما ذكرت من قبل، لأن منتخب أسبانيا بالنسبة لي أهم شيء وأهم من أي فريق. وبالنسبة لي أهم النقاط التي يجب أن تتوفر في المكتشف أو مستكشف اللاعبين هو أن يعلم ما نوع اللاعب الذي يريده. إذا أنت تريد مهاجم أو تريد مدافع، لا يجب أن تتعامل بعشوائية. يجب أن تحدد أهميتك ويجب أن تحدد مطالبك. أنا أريد لاعب في المركز، يجب أن أجهزه من أجل هذا المركز. كان أصنع مهاجم وقد أصنع وسط ميدان وقد أصنع مدافع وقد أصنع حارس مرمى، وفي النهاية أنت من سوف تصنع هؤلاء النجوم. لدينا العديد من اللاعبين كما ذكرت، عملت في أكاديمية وعملت بمنتخب أسبانيا أكثر من 5 سنوات، اكتشفت العديد من اللاعبين كما ذكرتهم وأكثر منهم وأسماء رنانة، وصنعت أكثر منهم. أنا ساعدتهم وهم ساعدوني، ودعني أتحدث عن هذا. أنا سعيد لأني قدمت الشيء لبلدي. ومن الأهم، قبل أن تكتشف اللاعبين يجب أن تحدد نوعية اللاعب، ويجب أن تحدد المهام. لا يجب أن تذهب لاكتشاف 4 مهاجمين وأنت تحتاج فقط 2. لويس ميلا نجم ريال مدريد والبارسا، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. تبقى الكرة الأسبانية واحدة من مصادر المتعة لكل عشاق الكرة في العالم. كنت بتشجع ريال، كنت بتشجع البارسا، أو كنت بتحب المنتخب الأسباني، بالتأكيد مدرسة في الكرة محترمة جدا وممتعة جدا ومبهجة جدا. بشكر طبعا نجم الكرة الأسبانية لويس ميلا. والكلام بقى بالتفصيل عن مواجهة بكرة والمنتخب السنغالي بالأرقام، مواطن القوة، مواطن الضعف، الطريقة المحتملة والطريقة الأمثل لمواجهتهم على ملعبهم وفي وسط جمهورهم. وبإذن الله تذكرة التأهل تكون مصرية في السادسة بعد الفاصل.